الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، إلهي سبحانه وتعالى يا مهسا ربك أن كريم كاينو مكنيي كلان كان إنو كدو من درسك اللوية لواتنا دي حكام الصيام وحين كجرني أسبابها شرعي بقو بنيي إلو أفوري كرو إدادك اللو بنيي وحاكم إلا أسبابها كيني كلا قفكو إنو أفرو قفك هدي أو la dhibaatoodo isagoo sooman gaajo aad iyo aad u badan iyo oon aad iyo aad u daran oo keeni kara qofka naftiisu inay baxdo oo naftiiba ka dhacdo. Qofka noocaas oo kaleeto ah oo la kulmay juuc shadiid ah iyo cadar shadiid ah, yakhaafu minhu alhalaag, halaagna uga baqaya hadduu uu soonka sii wado inuu halaagsamo, fa innahu yajibu calayhi alfidru, qofka waxaa ku waajiba markaa inuu iska afuro. وعليه غضاء وحمل لغة ربعين وصو قضية ونسينا مالكية دي الشافعية دي بأي أكتر منصوص كا ويعديين. وحنا الدليل أه قول الله عز وجل في سورة النساء: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هدلين النفتين الله تبارك وتعالى وربي إدين تريو إدين حريصانية الله تبارك وتعالى ربي إدين حريصنا يا أيها هذا يؤدين تريه. ولا تقتلوا أنفسكم نفتي هدلين ربي لي تبارك وتعالى. كذلك قول الله عز وجل الأولي في سورة البقرة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ونفتي إنها كتر إن هلاك وإيس هلاك إننا أيها ربي لي تبارك وتعالى. قرآنكم الخاص وعدين يا إن النفط وحي سيبية إن عن العقلين إلا قفك سائم كاي إنو إسكا أفره أو مكا قدر لي مادو أم بلغة دونية سيدو كالاتو مسرد قياسنا وكل سنة هيو قياسا على المريض قفك مريض كما دام اللو أقولي هاي في خلال رمضان سغو كحنو صدها دي arin kaas oo ku soo darismo inuu iska afur maadaama loo ogol yahay mariidka waxa looga qiyaas qaadanayaa irhaaqul juuci wal cadash, qofka la daala dhaca gaajo iyo oon kana baqa nafta inay ka dhacdo hadduu sidaa soonka ku sii wado. Sidaa darteed ayaa looga qiyaas qaadanayaa qofka mariidka ah. Kadaalika waxaa isaguna meesha soo gelaya qofka la khasbo ee lagu khasbo in uu afuro isagoo sooman, ikraaha ayaa isaguna soo gelaya. Oo haddii qofkii saa'imka ahaa calalfidri inuu afuro lagu khasbo, aftara markaa waa afuraya, markaa waa afuraya. Aan tusaalayno sida qofka lagu khasbo afurka ama qofka dumarka iyada oo jiifta loo galmoodo oo aan ka warhaynin, amaba la khasbo ama mid waalan oo la khasbo, ama qof mugma calayhi oo isaguna saasoo kale lagu sameeyo, ama qof dhuuntiisa biyo lagu shubo isaga oo hurda. Kolkaa fasawmu naa'im wannaa'ima walmukrah والمكرهة وتام صحيحة لا داخلة فيه ولا شيء عليه. سيداس ابن حزم أورانية رحمه الله قال إمام الشوكاني أو إكراه كهلا يحيري: أما من أكره على الإفطار قفك اللغو خصبه إنو أفره أو ولم يقدر على الدفع إنو إسك الدفاع إكراه أنا أن أود لهين ولا بغي الله فعل wax uu sameeyo oo ficilana aysan u harin, falaa wajha lilxukmi calayhi biannahu qad aftara,
wax waj ah in lagu xakumo dushiisa ma ahaanin inuu afuray, bal sawmuhu baaqin, soomkiisa baaqi buu noqonayaa. Walaa qadaa calayhi, wax qadaa laga doonayna male. Saas ayuu imaam shawkani saylujaraar kusoo naqlinaya. waxaad moodaa وكأن شوكان يرى ذلك فيما إذا كان الإفطار بغير فعل منه هذه قفك وحكو كان إنو أفره فعل إساق كبحسن ويهي أيضا مدى إمام شوكان إنو مسألة أفهم أيوه كذلك الشيخ عثيمين رحمه الله ومسألة إكراها كهلا يوحو ليه وكذلك لو أكره على الفدر قفك هذه الوخصبه إنو أفره أو فأفطر أصدر كو أفره دفعا للإكراه سو إسكغد فاعي أفرتانك إكراه يخصبك على خصبيه فإن صومه صحيح صوم كيسي صحيح من غنية لماذا؟ لأنه غير مختار محايا لي يسو مدورنا والو خصبي وكذلك لو احتلم وكذلك لو احتلم هدي وقفكي احتلامه أو رياضه ومركز سداسي فأنزل أي شهوة كغتما دو وشهوة لغو وهو النائم إساغو هردا فإن صومه صحيح إساغنا صوم كيسوا صحيح بويري لأن النائم لا قصد له قفك هرداه وح قصد يؤتيداه مله وحوال لغا قريبا معنى هذا وكذلك بويري الشيخ عثيمين رحمه الله لو أكره الرجل زوجته هدي أننكو قصب حاس كيسا وهي صائمة يدا أو صوما أو فجامعها مركا أو جمع قسم أيو أو لكلمه فإن صومها صوم كيدو صحيح صحيح من غنية لأنها غير مختارة محايا لو وقف عن يدو دورا أو غفل قصبية سياسة فتاوى أركان الإسلام قسم نغلين يا إيو مجموع فتاوى والرسائل العثمية هداد يكتد مركا قفكي إذا أكره الصائم على الفدر فأفطر فلا إثم عليه مركا والصوم هو صحيح أيو نغنيا أما إفطار كاسو هنغضو بغير فعل منه فعل إساغ غير كي يعني وحوية كأهادي أو أحسن إن دون تبي الله غشبه مثلا أما فعل كاسو هنغضو إساغ مدعو سميه لكن كيمي يعني خصب إنو سوق عن سوق سميه ألو خصبيه صوم كي صحيح هو نغنيا وح إثمي ودشي سأهانا ينمله وحن لرد للشنة يا قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا ما أهاني قف قال نما لغو خصبي إسهو قلبي غيسو كحسيني هاي إيمانك قولك فالله عز وجل رفع حكم الكفر عن من أكره عليه الله تبارك وتعالى وحو آيدا كتن مامية إنو حكم كي قال لماذا كدو القاضي قف كي قال ما لغو خصبه قولك فما دونهم من باب أولى وحي كسو كي قال لماذا هدي قف قال لغو خصبه وحاول يكسي حق جرتاوي سيدو كالاتو إكراها قف كهدي وحا لغو خصبه سقط أثر فعله إكراها سوحي كبش أو فعله وضعيا ولذلك أي قف كي أسن كدن بابينين عندي لو أمري أما وحي فعل كوسوي سون كده بعمل محايا لي إكراه وحي كوي ماذا وحي لم دي هاي كالناس سيد قف وحي المامي بل وابكسي أولي سيني هاي فعل كوسميه وعكلاته دليل أه وحي لها محطورات كالصيام كأ قف كهدي ورعان بغير فعله سغو أو فعل كيسا كدوران اختيار كلا إيمانين أو بغير فعل هذا قوي مادان قفك كما أفره وحي قصد كيس قوي مادا إسوا حصوصا أو أيو كأفره لكن قفك وحن بغير فعله قوي مادا لم يفطر بها كأفر معي سيدا وحو لم دي هاي يعنيها قاعة أما قباركة أما يعني وحيا لها دولدولة معناها قيقة دقيقة قفك كوب حسنا أيو كلاتو قفك وسن أود أولا هاي نوسيقى دفاعه سيدا درت أي قفك لخص باهي أو أفئن وأفر له خص باهي صومك صحيح ونغنيا فلا إثم عليه والصوم هو صحيح طيب وحنا قد بنا وحيالها أسبابها كلا قفك إن وأفر أبنين يوحى كمده
الجهاد في سبيل الله قف إلهي جدك سينو كجهاده يجوز الفطر للمجاهد في سبيل الله قف جدك ربي كجهاد مجاهد كأهي وحأبنا إنو أفره لماذا حي لي هدي أي دنت أيرته وجهاد كادرتي إنه كد ضعيف الله قب غيوه أما هو كب غيوه مرك عدو قالوا دوا دو أما عدو قبل عنها ماذا حل سلك قاله ضعف بقى كذا أنا إذا درت هذه حاجة ويرته إن لا أفره قف مجاهد كوا الله بنينيا وأنا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وحنا الدليل لو قد جاء حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نبي قال لسع وكورنا يوح ليها أبو سعيد سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال أيان لسافرني إلى مكة مكة أيان لسافرني ونحن الصيام أنا غصوم قال نبي قال أبو سعيد وحيريف فنزلنا منزلا ميل يقوبا دقني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال وحيري إنكم قد دنوتم من عدوكم إذن كو واحد أسوأ لواتن عدو جنئة والفدر أقوى لكم إن الأفرطان بايدين حوك رون أو إدين رون وأودين أفيعا فكان رخصة تنبير أبو سعيد وحيات رخصة فمنا وحا نغمدها من صام قف صومه ومنا وحا نغمدها من أفطر قف أفر مرك ثم نزلنا منزلا آخر هدنا قوب كنان دقني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحوا عدوكم والفدر أغوى لكم إذنكو وحاد كوا بريساني سان عدو جينا أفور كينا أفورتان بايدين حوكرون فأف مركاسي فأفطرون النبي صلى الله عليه وسلم فكانت عزمة مرك قام بمركا هيد فأفطرنا وان أفورني ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وعيك أنت أخذنا مايي وحيري وعن أركي أنجو صومن والنبي قال صعنا سفر أنجو كجرنا كل كا حديث مركو حو دليل ويهي حديث هو دليل ويهي على أن الفدر لمن كان قريبا من العدو أولى إن قفك أفره هدي وعدو أسر دواده إني أولى أتهين وأفره لماذا سببت ومحي لمذنة ملاقات العدو ووصولهم إليه وحارة دواشاسي وحكينا إن عدو قيل ركل مه إن أي دودهي وعدو قيل لقاره سادرتهد سي أهلك ضعف وغدلا مرها دي جرته يعني مذنة يوضني إن عدو قيل ركل مه يعمل لقاره إن لأفر أي أولى ولهذا كان الإفطار أولى ولم يتحتم سادته أي إفطار كو أهمد يعني وناكسن لكن أسن واجب وهين وأما إذا كان اللقاء العدو لكن هدي عدو قال لك كل انكيسو متحتم يهي يعني متحققا ويهي مد متحققا مد متحققا يهي حقيقة فالإفطار عزيم عزيم ونغنية لأن الصائم يضعف عن منازلة الأعداء وقتالهم هاي لقفك صائمك هي مرك وعدوجي أدقو عدوجي دقال كيسي إلى دقال كيسي بلابه ضعفي بودرامي يا سادر تهد وحو ناكسن إن وأفره أو أفره لأجل قتالك أي جهادك عدوجا وكلجره سيدا در تهد أي يجوس الفدر للمجاهد في سبيل الله إذا دعت الحاجة إليه أي أبنا أنت قفك مجاهدك أهي يجدك ربي كوشي هذه تبارك وتعالى إنه إسكاء أفره دي أي حاجة يدنت أيرته إنه أباهده إنه أفره أو أحوغ يستوجهاتك مرك أسبابها لو أفره أي كم تهي الجهاد في سبيل الله يقفك أبا نين إياه يدو رمضان نغجره إنه أفره سي أحوغ يستو حديثك أبو سعيد رضي الله عنه أبو سعيد لقوري وحورنا يا مسلم سيدا درت حديث صحيحة الكاسين ما أنت بإن الله تبارك وتعالى كجوغي دونا إنه قالك كجوغي قبيني دمان داتك اللوب إنه إيني أفران إيه أسبابها إيكوك الأفريان وصوت الماني والله أعلم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.